عجيبة والغاز وانا عجيبة انا مش عارف اعمل ايه سيبولي انا هعمل خلطة وهجيب له قطة وبطة والخلطة هتعمل ايه والخلطة هتعمل ايه هتحل اللغز بجد بس اوعى تقوله لحد هتحل اللغز بايه بخلطة جديدة فريدة هنجيب حتة حديدة ونحط عليها ايه هنحط عليها ايه هنحط عليها قماشة حتة جيلي رعاشة عارفين ده هيعمل ايه قولنا راح يعمل ايه قولنا راح يعمل ايه طبعا وبدون كده شك هيخلي اللغز يفك بعدين راح يعمل ايه هنرجع كركور بيه هنرجع كركور بيه هنرجع كركور بيه بتعمل ايه يا بنتي يا يويو بتفرج على الكرتون حلو قوي لا سيبك من ده ويلا بينا نلعب بعد الكرتون لا دلوقتي يلا بقى بطلي بقى غلاسة يا سوسو انا عايزه اتفرج على الكرتون انت من بدري عليه قومي بقى لا انا من يدوبك 10 ساعات بس ايه 10 ساعات بس كده عينك هتوجعك وودانك كمان السلام عليكم يا سوسو يويو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا جبت كل المطلوب مني عشان نصنع الطيارة انتوا جبتوا المطلوب منكم بقى الطيارة صحيح ده احنا نسيناها تعالي هقعدي هنا عشان هتساعديني تعالي تنامي بسببك يا سوسو انت السبب تعالي ها تعالي انت كمان لا انت سبب يا يويو لا تساعدوني كمان لا انت اللي قعدتي تتكلمي ونسيتيني يا سلام ما انت قاعده تتفرجي على الكرتون بقالك 10 ساعات بس بطلوا عراك هي اللي بدات لا هي اللي بدات بس بقى اتفضلوا روحوا جيبوا الالوان وقبل ما ابدا اجهز الطياره اتفضلوا ولا انتوا بقى مش عايزين تعملوا المهمه معايا عشان نرجع كركور من جديد لا انا هروح اجيب الالوان واجي خديني معاكي يلا بيا بقى انا هبدا اصنع الطياره زي ما الكتاب طلب مني بالظبط البحث عن كركور واو دي رائعة جدا حلو قوي اي خدمة انا عملت لكم الطيارة اهو بس ادعوا بقى لما نحط الطيارة على الكتاب يرجع كركور تاني ماشي يا ريت بس انا حاسة ان كركور مش هيرجع انا حاسة ان احنا هنلاقي مهمة تانية مستنيانا يلا بينا نشوف الكتاب اهو كان بيقول لنا ايه العصور على كرنفس كل المهمات الموجوده في هذا الكتاب المهمه الاولى اصنع مواصلات بحرف الطاء الطياره اهي ثم ده على صفحه طاليه يعني الصفحه دي اللي بعديها بسم الله هذا الصفحه اهي يا رب نلاقي كركور تحتيها ايه ده مهمه تانية المهمة الثانية رائعة جدا انها حقا طائرة مميزة الان موعدكم مع المهمة الثانية احضر ربع كيلو تراب صحراوي من جوار الاهرامات يعني انا هروح لجيب الاهرامات الجيزة ماشي مش مهم ثم ضعهم على الصفحة التالية ماشي يا كركور ماشي حاضر يا كركور هات الكتاب ايه اهرامات الجيزة اهرامات الجيزة دي بعيدة جدا دي مهمة سهلة جدا ازاي سهلة؟ بيقولك ربع كيلو تراب من عند اهرامات الجيزة ازاي سهلة يعني؟ دي بعيدة قوي حتى دي مهمة صعبة ازاي هنعملها؟ بالعكس دي مهمة سهلة ازاي بقى يا يويو؟ احنا مش معانا طيارة معانا طيارة حلو نركبها نروح نجيب بيها تراب من عند الاهرامات ونيجي يا سلام دي طيارة لعبة مين قال لك كده انا ممكن اخليها تطير تقصد ايه؟ انا هقول لكم يا رب تنجح وتطير بينا انا نفسي اطير زي باز يطير بصوا تعالوا كده اركبوا فيها لا انا خايفه انا هركب روحي يا سوسو هاتي شويه جزم اللي هناك دول حاضر بصوا يا يويو انت لما تخشي الطياره هتدوسي على الزر الاحمر وهتنطلقي واستني بس لما احط الوقود
اتفضل. يلا يويو اتفضلي اركبي واركبي الطيارة وانطلقي. اركبي كم دخلك من الباب شباك عشان دي طارت. تفتكري بقى هتوصل الاهرامات؟ مش عارفه. Thank you.